وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا. كتب لنا قصتنا النهارده هيثم ممتاز. انا اسمي حازم. البداية كانت من اول اجازة ليا بعد ما دخلت الجيش، ودي كانت زي ما بقول لكم الاجازة الاولى ليا اللي انزلها. بقالي 45 يوم ما شفتش اهلي، ومن حسن الحظ ان الاجازة بدأت مع اول يوم في العيد الكبير. كل سنة وحضراتكم طيبين. وصلت البلد بعد المغرب بشوية، ولما وصلت عندنا لقيت كل حاجة اتغيرت. البلد اللي كانت فيها حركة طول اليوم دلوقتي بقت هادية، برغم ان الناس المفروض تكون في زحمة وهيصة وزيطة زي ما بيقولوا بسبب اول ايام عيد الاضحى المبارك. المهم، دخلت البيت وانا شايل شنطتي وناديت على اهلي. خرجت امي لابسة اسود في اسود، توقعت انها تجري عليا وتحضني، بس لقيتها بصت لي وقالت لي: هو انت نزلت اجازه؟ قلت لها: ومالك زعلانه كده ليه؟ ما كنتيش عاوزاني انزل ولا ايه يا ماما؟ سكتت شويه وبعدين قالت ببرود غريب: ابدا يا حبيبي، ادخل ادخل غير. دخلت وانا مستغرب من رد فعل امي اللي نساني اسالها عن الباقي. ابويا واختي زينه راحوا فين؟ المهم، دخلت اوضتي وغيرت هدومي وخرجت، بصيت لقيتهم قاعدين مستنيني على سفرة الاكل، بابا وماما واختي. بس الغريب برضو ان لا بابا ولا اختي رحبوا بيا اصلا زي ما انا كنت متوقع يحصل في اللقاء ده. قعدت وقلت لهم: انتوا مالكوا، في ايه؟ هو في حاجة حصلت؟ ايه المقابلة البايخة دي؟ هزوا كلهم راسهم بصمت ومحدش اتكلم الا امي اللي قالت: كلوا. لا بقى، في ايه؟ انتوا مالكوا؟ هي البلد كلها فاضيه اصلا ليه كده؟ في ايه؟ ابويا ضحك ضحكه ساخره قصيره وكمل اكل وما ردش عليا. يا بابا يا ماما يا زينه، انتوا كويسين؟ انتوا متضايقين مني في حاجه؟ كل يا حازم كل. انا اللي كان قاهرني مش تصرف بابا، لا، تصرف زينة وماما اللي كنت اغيب عنهم ساعتين تلاتة ارجع يا كمية السلامات والحب اللي بلاقيه. روحي فيهم وروحهم فيا. ليه البرود وليه الصمت؟ ليه المعاملة الفترة دي؟ هو انا ايه اللي عملته بس يخليهم يعملوا معايا كده؟ بعد لما خلصنا الاكل، الهدوء عم البيت كله، وكل واحد منهم دخل وحبس نفسه في اوضته. وانا هتجنن، عايز اعرف فيه ايه اللي حصل. مسكت تليفوني وكلمت واحد من صحابي، ما ردش. كلمت اللي بعده واللي بعده واللي بعده، كلهم ما بيردوش على الموبايل. في ايه يا جماعه؟ في ايه اللي بيحصل بقى؟ قررت اخرج بره اتمشى شويه. اتوقعت ما اشوفش مخلوق في الفتره دي من الظهريه، بس لقيت الناس عادي رايحة جاية. ما هو عيد المفروض، بس يا جماعة كلهم رايحين جايين مبرقين، عيونهم ثابتة ساكتين. شوية ولمحت عم اسماعيل فروحت له، بصلي وكمل مشي من غير ما يرد السلام. اتكرر الامر مع كل حد اعرفه، عم صابر، ست ام احمد، و و و كلهم كده زي المتبنجين، وكلهم محدش عايز يكلمني. حركاتهم ثابته هاديه، مفيش اصوات، لا اصوات اطفال ولا بياعين ولا فراخ ولا بط ولا جواميس ولا اي حاجه من اللي بتبقى سبب الدوشه في البلد. الهدوء المميت. الناس بتتحرك في نظام غريب وهدوء مخيف. جربت اروح للمكان اللي بتتجمع فيه الشله في غيط من الغيطان، لقيتهم قاعدين. قربت منهم ورميت عليهم السلام، مفيش اي حاجه. اعز اصحابي حصل عكس المتوقع، بصولي ومحدش اتكلم، ورجعوا تاني يبصوا في الارض ويبصوا حواليهم بهدوء شديد.
صرخت وزعقت فيهم، قلت لهم في ايه؟ انتوا عاملين فيا مقلب؟ هو ايه؟ هي البلد كلها اتفقت انها ما تعبرنيش. وكأني بنده وبدن في مالطة زي ما بيقولوا. ابتدوا يقوموا الواحد ورا التاني، ولما جه اخر واحد يمشي مسكته من دراعه، حسيت بحرارة شديدة في ايدي ما حسيتهاش قبل كده. بصلي بصة خلتني اسيبه يمشي. في حاجة يا جماعة، في حاجة كبيرة، بس انا مش قادر استوعبها ولا افهمها. رجعت البيت، دخلت اوضتي، واللي الحمد لله كانت زي ما سبتها، هما عملتنيش معاملة وحشة زي الكل، استوعبتني. فضلت قاعد افكر، كل اللي جه في بالي ايه المصيبة اللي انا عملتها والكل متبري مني. لحتى امي لما شافتني قالت لي انت ايه اللي جابك، ولا قالت لي انت جيت. بس مصيبة ايه؟ ده انا لو قتلت قتيل ابويا وامي هيكونوا خايفين عليا وحزن عليا. طلع عليا وصمة مثلا، مش ولا بد. انا في حالي، انا مش مؤذي ولا بتاع بنات، ولا ليه في الكلام ده، ولا ليه اي حاجة خالص. انا كنت في الجيش بقالي مدة طويلة ولسه راجع، وكمان واحد صاحبي اتوفى، فحزني شديد. انا جاي محتاج الكل يقف معايا، مش يتصرفوا معايا بالطريقة دي ابدا. ما قدرتش اوصل لتفسير خالص، ولا اجابة لكل الاسئلة اللي عندي خالص. مددت على السرير، قلت هنام، هنام لاني مش متحمل اكتر من كده. لما صحيت كانت الشمس غابت. قمت وفتحت باب الاوضه، ولقيت البيت كله على ان الاقي حد من اهلي. ولفيت البيت كله على ان الاقي حد منهم، كلهم خرجوا. خرجت بره، مفيش مخلوق في الشارع. فضلت امشي وامشي وامشي وادور ادور ادور. القريه بقت مهجوره تماما. مسكت الموبايل وكلمت كل اللي اعرفهم ومفيش رد. اترعبت، الناس راحت فين؟ الناس فين؟ لقيت نفسي عمال امشي واجري من هنا لهنا وابص حواليا، لعل وعسى الاقي حد من اهلي او من اهل القريه. المشي طول والتعب زاد. وصلت للارض الزراعيه اللي بره البلد، لمحت هناك نار مصدر ضوء. اتحركت بعنف لحد ما قربت من النار. فضلت اقرب اقرب. كان المنظر اللي شفته كالاتي: شخص واقف وبيتحرك. الشخص ده انا عارفه كويس، جعفر، جعفر الدجال. شفت حواليه كائنات بتتحرك كانه بيروضهم، كانت اشبه بالاسود، وجلودهم سودة وليهم قرون طالعة من رؤوسهم. كان صوتهم مخيف. رجعت بظهري لاني خفت، انا هكدب. جريت تاني وتالت، لدرجة ان في حاجات بتقع مني ومفيش وقت اعرف هي ايه. ورجعت للقرية الخرابة تاني. فضلت ادور ادور، مفيش بني ادمين. وصلت البيت ودخلت اوضتي وقفلت عليا بابي كويس، ونزلت تحت البطانية زي العيل الصغير اللي خايف من الغول. شوية وسمعت صوت حركة جاية من برا الاوضة. قمت وانا مرعوب، فتحت جزء صغير من الباب علشان ابص مين اللي بره. اللي بره يا جماعة كانوا تلت مخلوقات من المخلوقات اللي شفتهم، تلت مسوخ، لكن ملامحهم قريبة شوية من ملامح امي وابويا واختي، كائنات مستنسخة منهم. اترعبت، قفلت الباب. كانت الغلطة ان انا قفلت الباب وعمل صوت وانا بقفله. اتحركت لسريري بسرعة وانا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبقرأ كل اللي فاكره من ايات ربنا. في اللحظة دي بدأوا يخبطوا على الباب. يخبطوا اكتر، وانا لا قادر انطق ولا كلمة.
ولا عارف اتنفس. استنيت اللحظة اللي الباب هيتكسر فيها ولقي المسوخ داخلين، بس ما حصلش لان الخبط سكت، وسمعت صوت مشيهم وهو بيبعد. نطيت من على السرير، جيت امسك موبايلي ما لقيتوش، قلبت عليه الدنيا ما لقيتوش. يبقى هو ده اللي وقع مني وانا بجري بعد ما شفت جعفر الدجال. حتى محفظتي وقعت هناك. مصيبة سودة عليا. حمدت ربنا ان المفاتيح ما وقعتش هي كمان، هو اللي ما وقعهاش انها كانت في ايدي وقبض عليها جدا. دخت من غير اي مقدمات، دخة ما قدرتش حتى الحق نفسي واقعد على السرير. انا ترميت على الارض. سموها بقى نمت، سموها فقدت الوعي، اغمى عليا، هو انا غبت وخلاص. ولما صحيت كان النهار طلع. قمت اتحركت للباب وانا مرعوب من اللي هفتح والاقيه. لقيت البيت هادي صامت. خرجت وناديت على ابويا وامي وزينة، مفيش. بصيت للترابيزة لقيت موبايلي ومحفظتي عليهم. ايه ده، هما وقعوا ولا انا كنت سايبهم هنا؟ وكنت افتكرت مثلا ان هما وقعوا مني، الله اعلم. سمعت حركة ورايا، اتلفت بسرعة، شفت امي ماسكة طبق الفول وبتتحرك من غير ما تبصلي ورايحة للترابيزة. انتوا كويسين يا ماما؟ انتوا كنتوا فين بالليل كلكم امبارح؟ بصت لي وقعدت من غير ولا كلمة. بعدها ظهر ابويا وقعد من غير حتى صباح الخير. انتوا مالكوا؟ فيكوا ايه؟ عرفوني لو في حاجة اقدر اساعدكم بيها. ايه اللي حصل لكم؟ اقعد كل. انتي بتتكلمي زي الانسان اللي قالي كده ليه؟ مش هاكل غير لما اعرف اللي بيحصل. ومين دول اللي شفتهم بالليل؟ وجعفر ليه دخل باللي بيعمله بيكو ولا ايه؟ لقيت بابا وماما بصوا لبعض وبصوا لي الاتنين في نفس الوقت بنظرة خوفتني جدا، جمدتني. رجعت لورا، جيت ادخل اوضتي، خبطت في زينة. حسيت بنفس الحرارة اللي حسيتها لما مسكت دراع صاحبي امبارح. كهربا وقشعرة ضربت في جسمي. بعدت من الخوف ودخلت اوضتي، حطيت موبايلي ومحفظتي وقعدت على السرير اقرا قرآن وبس. خرجت ما لقيتهمش، كانوا غالبا دخلوا اوضهم زي ما بيعملوا. فضلت قاعد لحد ما زهقت وهربت من البيت مره تانية، وفضلت الف شويه في القريه اللي اصحابها بقوا هاديين جدا. حتى الناس اللي كنت متعود ارمي عليهم السلام ما بيردوش سلام ربنا. معرفش ليه رجلي خدتني ودتني تاني للمكان اللي بنتجمع فيه انا وشلتي. شفتهم قاعدين نفس قاعدة امبارح، قربت منهم رميت السلام محدش رد. المرة دي قاموا كلهم ومشيوا. فضلت اتمشى وانا دماغي هتفرقع من الحيرة والغضب. ورجعت البيت لقيت الغدا متجهز ومستنيني، وما كانش حد موجود. سبت الغدا، قربت من أوضة زينة وخبطت عليها، ما ردتش. خبطت تاني، ما ردتش. بعد ما خبطت تالت مرة فتحت الباب، لقيت زينة قاعدة على الأرض زي الصنم. وأول ما شافتني صرخت في وشي صرخة ما سمعتش زيها في حياتي، وطلبت مني بمنتهى العنف والجبروت إني أطلع برا. رد فعل لا إرادي، خرجت وجريت على أوضتي وقفلت بابي عليا. حرفيا ما كانش قدامي غير إني أستنى بالليل وأشوف إيه اللي هيحصل. مرت الساعات وأنا في الأوضة قاعد حابس نفسي، جعد لأني ما كنتش أكلت. خرجت اتغدى ورجعت الأوضة تاني أكمل انتظار. لما جه المغرب لاحظت حاجة معرفش ليه ما لاحظتهاش الظهر والعصر. وقت الصلاة كان بيجي لكن مفيش أذان بيترفع.
المسجد الصغير اللي جنب بيتي كنت بسمع منه على طول طول عمري الصوت الجهوري للشيخ، بس النهاردة بقى بس، ويمكن امبارح فعلا لاحظت ان الدنيا مفيهاش اي اذان. ده الاذان يا جماعة هو اللي كان بيخليني اتحرك ان انا اصلي. فضلت قاعد على سريري افكر، عدى ساعة، عدى اتنين، عدى تلاتة، عدى اربعة، وبدأت احس ان جسمي متخدل وتعبان، فقررت انام. انام وانا عارف اني لما اصحى انا في نفس الكابوس مش هيتغير. الدنيا فضلت هادية وعيني راحت في النوم. سمعت خربشة في الجدار من جنبي، قمت قعدت على السرير بصيت على الجدار مفيش حاجة. الصوت زي ما ظهر فجأة اختفى فجأة. استنيت شوية، بدأت انام من جديد، ظهر الصوت من جديد. المرة دي مش الجدار بس، ده من تحت سريري كمان. قعدت في السرير، ضربات قلب سريعة جدا، حسيت ان صدري هينفجر من الخوف. انا ما بيتهيأليش، في صوت. قلت لنفسي يمكن في فرع شجرة بيتحرك برا والخربشة بتاعته مسمعة في الجدار. طب وهي مسمعة تحت السرير كمان؟ قريت المعوذتين وآية الكرسي بصوت واطي، بصيت على الأرض مش شايف أي حاجة غريبة. أنزل أبص طيب تحت السرير، وبعدين بعد ما أبص فضلت مشلول في مكاني دقيقتين كمان والصوت ما بيقفش. ضربات قلبي بتعلى، حاسس ان انا سامعها وسمع صداها في ودهني. اتحركت شوية، مايلت على جنب السرير ابص تاني. فجأة السرير اتحرك ويمين وشمال، وببص على باب الاوضة لقيت حاجة سودة جريت بسرعة رهيبة من تحت السرير ووقفت في ركن ضلمة من الاوضة. قمت وانا ساند على السرير بالراحة جدا علشان ما طلعش اي صوت ولا اعمل اي حركة ملفتة للنظر. مشيت ناحية الباب على أطراف صوابعي، البلاط كان سخن تحت رجلي بشكل مش طبيعي، كأني في نار بتغلي تحته. حسيت أني مش قادر أتنفس، ووصلت للباب بمنتهى الهدوء، ولعت النور مفيش أثر لأي حاجة. بحاول أتنفس بهدوء، قلبي مقبوض مش قادر أتنفس خالص. ببص لقيت بابا وماما وأختي خارجين من البيت من غير ما يبصوا حواليهم ولا اي حاجة، آلات ماشية. استنيت شوية وخرجت وراهم، فضلت ماشي وراهم والدنيا عمالة تظلم عليا. ولما الدنيا ظلمت اكتر بقيت معتمد على ضوء القمر، وعرفت اشوف طشاش ولقيتهم بيتحركوا ببطء، ومع الوقت شفت الناس التانية في القرية بيمشوا زيهم، مبرمجين يا جماعة، مساقين كده حد بيسوقهم. اضطريت استخبى ورا الأشجار بحيث ما حدش منهم يشوفني. لحد ما وصلنا عند بيت الملعون جعفر الدجال، ووقفت هناك زي ما وقفت امبارح. شفت أهل القرية كلهم بما فيهم أهلي رايحين ناحية جعفر اللي ابتسم لهم، ولقيتهم كلهم بيركعوا قدامه وقعدوا على الأرض وكأنهم في درس أو محاضرة. واللي شفته في اللحظة دي بعد كده خلاني فعليا شبه بموت من الرعب والخوف. أهل القرية تحولوا كلهم لشياطين ومسوخ بتعوي، المسوخ بدأت تجري وزي ما تكون بتلعب وتمرح حوالين جعفر وهو في قمة السعادة. لقيته بيمشي وهما بيمشوا وراه، كلهم جايين ناحيتي، وجعفر قال لي اخرج اخرج بقولك. خرجت وانا بترعش وسط نظرات الشياطين ليا ونظراته. اجري يا حازم اجري يا حازم. اول ما قال لي كده جريت بس مش في اتجاه البلد، اتجاه تاني. وانا بجري سمع اصوات جري حواليا،
ما كانش فيه داعي ان انا ابص واشوف مين، لان كده اهل البلد كلها بتجري ورايا. المسوخ الشياطين بيجروا على رجليهم الأربعة زي الحيوانات، ما هم ما أقدرش أقول إيديهم ورجليهم، هم بقوا شبه الحيوانات. في أي لحظة هقع هيوصلولي، هينهشوا في لحمي. اتكعبلت في وسط الزرع وقعت، وبعد وقعتي الدنيا ظلمت، ظلمت تماما. فتحت عينيا، كل اللي حسيت بيه إني بفوق بالعافية، وجعفر قدامي وحوالين منه الشياطين الجعانة الصعرانة، واللي نفسهم بس ياخدوا منه الإذن ويخلصوا عليا ويأكلوني. أما جعفر فقال لي: أنا عارفك، أنت من العيلة دي، من التلاتة دول صح؟ وكان بيشاور على تلاتة اللي هما المفروض أبويا وأمي وزينة. ما تقلقش، قدامك فرصة تبقى زيهم وتخدمني علشان خاطرها. خاطر مين؟ خاطر مين؟ أنا مش فاهم حاجة. مولاتي المأمونة. أنا ما فهمتش حاجة، وبجد ما كنتش عايز أفهم. أنا كل اللي عاوزه إن أنا أخرج من هنا أو أفوق من الكابوس. أنا هسيبك تمشي، هسيبك تفكر، وأنت عارف إن كل اللي حواليك مش هما اللي انت عارفهم. خلاص ما بقوش هما. هي ساعدتني اقدمهم خرفان ليها. خرفان ايه؟ دول شياطين. شياطين بالنسبة ليك وليا، بالنسبة لمولاتي المأمونة دول الخرفان. باختصار هسيبك تفكر تعيش بائس زي ما كانوا عايشين، ولا تموت بإيديها زي ما موتوا الخرفان، وتوصل للسعادة الحقيقية. بالمناسبة أنا وهبت رقبتي ليها، أنا كمان منهم، تحب تشوف؟ وفجأة لقيته هو كمان زيهم، اتحول لمسخ بشع. يلا روح، بس ياك تهرب. قمت، مع الفرق بينه وبينهم انه عنده جانب من شخصيته لسه حي وبيتكلم ويتواصل. قمت مشيت وجريت، وصلت للبيت ودخلت وقفلت الباب، وقلت لا يمكن اسمح للمسوخ دي ابدا تدخل البيت ويمثلوا ان هم اهلي. انا خلاص ما بقاش لي اهل، وفي نفس الوقت لازم أمنع أهلي إن هم يتذبحوا زي الخرفان. بعد تفكير طويل لقيت إن في لحظة شلت مسؤولية إنقاذ أهل البلد مش أهلي بس، وإن لازم أوصل للمأمونة دي. أكيد هي شطانة، هتبقى إيه يعني غير كده؟ لازم أنقذ أهل البلد مهما كان التمن. فضلت قاعد قدام الباب مستني المسوخ يخبطوا ويحاولوا يدخلوا، وفعلا بدأ التخبيط والأصوات برا البيت. ابتسمت لأول مرة ابتسم من أول ما جيت، وسبتهم ودخلت أوضتي وأنا خلاص بفكر في خطة. مش هسمح للمأمونة تاخد أي حد من البلد، الوحيد اللي هتاخده هو جعفر. فضلت أفكر في أي فكرة لحد ما وصلت الفكرة. أنا عارف إن الشياطين مش بتموت بأي حاجة إلا بالحرق. هفتح لهم الباب، هسيبهم يدخلوا، وبعدين هحرقهم وهقرأ عليهم قرآن واشوفهم بيتحرقوا قدامي ازاي. كان عندي مشكلتين للفكرة دي. اول مشكلة، هما ما اتحرقوش لما كانوا بره اوضتي وعاوزين يدخلوا وانا كنت بقرأ قرآن على فكرة. وتاني مشكلة، للدجال قال لي ان هما هيموتوا من خلال الذبح. هيدبحهم بسكينة يعني؟ سكينة عادية ولا سكينة مقري عليها من حاجاته؟ ما كانش عندي حل غير اني اجرب اجيب سكينة واقتلهم بيها وبعدين اولع فيهم النار، وكأني بقول ان انا مثلا هموت ارانب، وكأن الموضوع سهل. ودخلت المطبخ واخدت جردل الجاز ووقفت
سقيت كل ركن في البيت بالجاز، وفي ايدي ولاعة وايدي التانية فيها سكينة. لما خلصت قربت من الباب وانا بسمع صوت خبطهم واصواتهم، فتحت بسرعة ورجعت بظهري وانا بشوف الباب بيتفتح والتلات شياطين بيبصولي. دخلوا وقربوا مني، اول واحد قرب مني بحركة مني وجهت السكينة لرقبته، وبسرعة لقيت نفسي تحت الشياطين التانيين اللي بيحاولوا يقتلوني. كل واحد منهم طعنته طعنة. أيوة، معرفش بقى كان ده بابا ولا ماما ولا دي زينة. خرجت وأنا بنهج، وقفت عند عتبة الباب وهم واقعين في الأرض وبيتحملوا على نفسهم عشان يرجعوا يقوموا ويكملوا المعركة معايا. ولعت النار في الولاعة ورمتها، بدأت النار تاكل وتحرق فيهم. وبدأت أنا أقرأ قرآن في الوقت ده، لأن عارف إن هو ده الوقت المناسب والمثالي. وسبت البيت كله كتلة من النار، والشياطين اللي برا البيت بتتحرك في فزعة، وكلهم بيبصوا بفزع عمري ما شفته على وشهم قبل كده. فضلت أجري، معرفش جريت لحد فين. كل اللي عارفه إني لمحت ظل بيجري ورايا، ظل آدمي. ولما وقفت وبصيت شفت مخلوقة آية في الجمال كانت واقفة قدامي، ابتسمت وزقتني بإيدها علشان أقع على الأرض. عملت إيه في خرفاني؟ عملت إيه؟ بصيت لوشها وللسكينة اللي في إيديها، وملامحها اتبدلت لشطانة، وفضلت تقول إن هما ملكها، وفضلت تصرخ وتقول إنها هي المأمونة. وانحنت ومسكتني من شعري ورفعت إيدها اللي ماسكة السكينة، وخلاص فهمت نهايتي هتكون دلوقتي. فضلت أقول يا رب يا رب يا رب يا رب. صرخت، جسمها بدأ يتحرق بدون سابق أي إنذار. اتبخرت، وفي نفس اللحظة شفت الشياطين كلهم بيجروا هناك ناحيتي. أخدت السكينة اللي كانت وقعت منها على الأرض، بصيت للشياطين اللي بتقرب وأنا بلعنهم وبلعن الدجال ومأمونة، واتحركت ناحيتهم وفضلت أطعن بشكل عشوائي. كل اللي كنت بقوله إن أنا مش هسيبكم للدجال، مش هسيبكم للمأمونة. أنا فعلا طعنت كتير والباقي هرب. معرفش هل أنا كنت بالقوة والعنف اللي لدرجة إن أنا أعمل ده، ولا استعنتي بربنا وأنا بعمل ده هي اللي كانت السند ليا. بعد شوية سمعت صوت ولمحت أضواء جاية من هناك، كانت عربيات الشرطة والإسعاف. أكيد دول جايين هيساعدوني. كانوا فين من بدري؟ فرحت وجريت للقرية، لازم يلاقوني وأكون شاهد على قتل الشياطين في القرية الملعونة، لازم يعرفوا حكاية جعفر ومأمونة. وصلت للقرية، كنت كل اللي بلاقيه من الشيطان بطعنه، والغريب انه ما كانوش بيقاومه. فضلت اعمل كده لحد ما سمعت حد بيقول اقعد على الارض وارفع ايديك لفوق. انا مش فاهم، حسيت بضربة على ظهري وقعتني على الأرض، الكلبشات اتحطت في إيديا. بصيت للشرطة واللي موجودين حواليا، وبصيت للشياطين اللي بتراقب وعلى وشها نظرات خوف غريبة، خوف ما شفتوش في عينيهم قبل كده.
حركوني للعربية وانا عمال اقول لهم جعفر جعفر ومأمونة ما تسيبوش جعفر ومأمونة انتوا بتسيبوهم ازاي؟ كأننا اللي مجرم، كأننا اللي مذنب. تخيلوا بقى عملوا فيا ايه بعد اللي حكيته. دخلوني السجن. ايوه ده اللي حصل. وتخيل يا يونس بعدها مش فاكر كتير، مش فاكر انا جيت هنا ليه. احيانا بفتكر واحيانا لا. الشرطة والدكاترة ما صدقونيش. دكاترة مين؟ الدكاترة بتاعت المستشفى اللي انا فيها دلوقتي، المستشفى بتاعت الامراض النفسية والعصبية. ما بحبش حد يقول عليها مستشفى المجانين على فكرة. يونس انت هتصدقني صح؟ والعيلة هيصدقوني. ده انا واحد من العيلة على فكرة، انا واحد من جروب عيلة احمد يونس على فكرة. يونس انا قاعد حاليا مرعوب وخايف، خايف لاني عارف واثق ان الشياطين اللي نجيوا مش هيسيبوني عايش، مش هيسيبوني. يونس اتصرف. كلم نادر فودة، كلم نادر فودة خليه يروح. انا عارف انه لو راح وخد معاه الشيخ لطفي والحاج مختار وخد امنية وخد مروة وخد كساب وخد الوقاد وخد منعم ومدبولي، مفيش منعم صح؟ مدبولي وخد هالة حبيبته هيحلها. بالله عليك يا يونس، بالله عليك يا يونس، بالله عليك كمل اللي انا بدأته. انا بطل، انا بطل وعملت حاجات مهمة وعظيمة. انا بطل، انا بطل يا يونس، انا بطل، انا بطل، انا بطل. عزيزي الاستاذ احمد يونس، تحية طيبة وبعد. أنا اسمي دكتور رفعت. الرسالة الطويلة اللي فاتت دي أنا بعتها لك وكانت من يوميات حازم المريض عندنا. حازم شاب عمل حالة ذعر رهيبة في القرية بتاعته بعد رجوعه من الجيش، قتل أهله وحرقهم وقتل عدد كبير من أهل القرية، وكل ده حصل خلال عيد الأضحى. الحقيقة المرض ده من خلال اليوميات بتاعته اللي كتبها قبل ما يتوفى الله على سريره في مستشفى، كان بيعاني من اضطرابات عقلية وحصلت فجأة وبطريقة مش مفهومة. تسمع عن وهم كاباجراس؟ الوهم ده خلل عقلي في المخ ونادر جدا. المريض بيشك ان كل اللي حواليه مش هما نفس الناس، وبيشك ان تم استبدالهم باشخاص تانية او مخلوقات تانية. وفي حالتنا دي استبدل عقله اهله بكائنات كان بيسميها الشياطين والمسوخ. حازم للأسف ما كانش بيعاني من وهم كاباجراس بس، كان بيعاني من حاجات تانية. اضطرابات عقلية بتظهر مع اضطرابات تانية، هلاوس سمعية وبصرية. ومن خلال كشفنا على حالته العقلية والجلسات المعرفية السلوكية اللي عملناها معاه، ولما رجعنا لطفولته لقينا وجود لشخصيتين خياليتين كانوا أهله دايما بيخوفوه بيهم، جعفر الدجال ومأمونة الساحرة الشريرة. ودول قصتين من القصص اللي أهل القرية كانوا بيتداولوهم ويتندروا بيهم ويحكوا عليهم من قصص التراث. وزي ما شفت الدجال جعفر شخصية وهمية كان بطل في قصته، والمأمونة اللي هي الست الشيطانة في قصته، دول اتربى على إن هما الشخصيات المخيفة المرعبة. طب انت استاذ يونس ممكن تسأل سؤال تاني وتقول بس ازاي حصل له ده وهو راجع من اجازته؟ خلينا جاوب حضرتك. الاضطرابات العقلية مش هقولك انها بتظهر خبط لزق. وهم كاباجراس كان عنصر ضئيل في عقله
كان غير نشط في معظم الأحيان قبل كده، لأنه وفقا لكلام أهل القرية اللي نجوا من المذبحة، للأسف مذبحة، واللي تعاملوا معاه من طفولته قالوا أنه حازم كان منعزل منطوي جدا طول عمره، وحتى لما عرف يكون ليه أصدقاء اختار المنعزلين زيه. كان زي ما قال أحد أصدقائه أنه مختلف، وأنه هيجي اليوم اللي خلص على الكل ويخلي الكل شبهه. تفصيلة زي دي مهمة لينا إحنا في شغلنا. اللي حصل يا أستاذ أحمد إن حازم وهو في الجيش زاد عزلته تقريبا، لأنه ما بكانش حابب يختلط بناس جديدة، هو بيختلط بأصدقائه القدام. ده غير إنه عرف إن في زميل ليه مات من لدغة تعبان. كل المدخلات دي خلته يبص للكل لما يرجع إنهم غرباء، وبالتالي اداله فكرة إن هما شياطين وإن هما مش هما، وعشان عقله ينفذ مهمة الضلال والخرف اللي جات له خرجت الهلاوس السمعية والبصرية علشان تحبق قصته. كل ده لا إراديا، ما بيدعيش علشان مظلموش. في النهاية أحب أقول لحضرتك أستاذ أحمد حاجتين. هو كتب يومياته ووصى أنه لو حصل له حاجة نبعتها لك أنت تحديدا، لأنه زي ما قال أنه من متابعيك وبيحب يسمعك دايما، وقال أن في شدة عزلته وفي حياته كنت أنت الونيس والأنيس ليه، وحكى كتير أن أنتوا تقابلتوا وأنك شفته أكتر من مرة، وأنه جالك معرض الكتاب ووقع الكتب أكتر من مرة، وكان بيتكلم معاك، وان انت كنت اتصورت معاه اكتر من صورة، وشكر فيك كتير جدا، وقال ان انت كنت بمثابة اب روحي لي والناس تانية كتير من المتابعين ليك، وقال ان قصته تستحق انها تتحكي في حلقة من الحلقات اللي حضرتك بتحكيها، وبعد برضو انه بيديلك الحق الكامل انك لو عاوز تحولها لكتاب، لانه عارف ان الكتاب ده هيحقق مبيعات فظيعة على حد كلامه يعني، وبيقول ان قصته هتكون من اقوى القصص اللي انت هتقدمها. انا اعتبرتها وصية، وبعد وفاته انا كطبيب مشرف عليه بعتلك القصة وبعتلك كل التفسير والتحليل للامانة العلمية قدام ربنا، اني افسر لك كل اللي حصل وكل اللي حكاه، وان كل اللي مر بيه كان للأسف أوهام عقلية وخلل عقلي وهلاوس سمعية وبصرية وكبج راس. الحاجة التانية اللي ملهاش تفسير برضو هو موته. هو كان مواظب على العلاج وسط تجديدات أمنية كبيرة جدا، بصفته تم اتهامه بأنه سفاح القرية. أيوة أطلق عليه سفاح القرية، بس كان دايما يقول إن مأمونة هتيجي وهتذبحه بنفسها. المهم إنه استسلم للأوهام دي في الآخر استسلام تام، وكل أصناف وأشكال العلاج اللي قدمناها للأسف بدأت تكون غير مجدية، حد ما في يوم دخلنا عليه قطه لقيناه ميت على سريره، فاتح عينيه، مطلع لسانه برا، وفي دم مغرق رقبته وجسمه. الفكرة ان ظاهريا مفيش ولا اثر واحد لقطع في الرقبة، وطبعا احنا ما كانش مسموح اصلا ان يكون في ادوات يقدر يعمل بيها اي حاجة، وبفكرك تاني مفيش اي اثر للذبح ولا للقطع. بعد التشريح كانت المفاجأة، اكتشفنا ان القطع تم بالفعل بس تحت الجلد. وانه فعلا اتذبح، واتذبح بطريقة عمر ما حد يقدر يعملها غير حد قاعد جوه جسمه وبيذبحه من جوه. تحياتي وتقديري
لشخصكم الكريم دكتور رفعت المعالج للمريض حازم.